هو واحد من أكبر الفنانين في النرويج، فكثير من لوحاته مشهور. هنا معرض جديد لصور من مختلف مراحل حياته. يحاول المرء أن يرى ما يمكنه رؤيته، ولو كان لدى المرء فكرة فسيكتشف شيئاً مختلفاً تماماً. إنها تطفو بأطرافها الطويلة وألوانها الزاهية وبصمات الفنان فرانس فيدربرغ بذاته. إنها الأجسام، وإنه ربما يوجد شيء أكثر بين السماء والأرض، وأن المرأة على نحو ما في عالم آخر في الحقيقة. هو واحد من أبرز الفنانين التصويريين والرسامين في النرويج، لكن كان عليه أن يترك الفرشاة لأسباب صحية. كما تعلم، لا يمكنني أن أمسك الفرشاة بهذه اليد، فأنا لا أتحكم بها. وهنا مشفى المجانين في القاهرة، حوافز من بير جينت تعتبر تحفته الفنية. أريد أن أبين أن بإمكان المرء أن يكتشف ويدرك الانطباع الذي ربما لا يفكر به عادة، ولكن بإمكانه أن يثير لديك التحدي. لصاحبة المعرض أن تختار ما تشاء من الأرشيف، لذا سيكون هناك رسومات وطباعة حجرية وأختام من عصور مختلفة. لكن المرء يرى الموسيقى التي لدى فرانس في فرشاته، في ضربات الفرشاة. إنه أشبه بمن يرقص عندما يرسم لوحة، هذا رأيي.